أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في إخراج زكاة الأسهم والسندات؟ ثمن مثل السلع. السندات إيش السندات؟ الربوية. الأسهم قد تكون في بضائع أو تكون في عقارات أو تكون تثمن وتزكى مثل السلع. أما السندات ما أدري وشها، وإنها السندات الربوية. نعم، سندات القروض. نعم نعم.